طبعا قبل ما نبحث عن أفضل المكملات الغذائية وحتى البروتين، لازم نعرف كم نحتاج يوميا في جدولنا الغذائي حسب الوزن وعلى حسب أكيد الرياضة اللي احنا نسويها كل يوم. وهذه واحدة من الأسرار واللي راح يكشفها لنا ضيفنا اليوم في الاستديو، عشان نقدر انه احنا نختار المكملات الغذائية والبروتين الأنسب لنا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا في الاستديو منصور الغامدي، مدرب رياضي. اهلا وسهلا فيك، حياك الله منصور. يا هلا والله، حياكم الله، نورتنا وشكرا لك وشكرا لقبولك الدعوه. الله يعافيك. يعني دائما نسمع اشياء كثير عن المكملات، المكملات نافعه، المكملات ضاره، المكملات كذا، يعني اشياء كثير دخلنا ما عاد عرفنا وش نسوي. لكن خلينا نتكلم عن مفهوم المكملات الغذائيه في البدايه. وش المكملات الغذائيه؟ طيب احنا لما نتكلم عن المكملات الغذائيه من اسمها، طبعا كل الناس اللي يطلعون يقول هذا اسمه مكمل، فغالبا هو راح يكون مكمل اذا كان عندك نقص، تمام، ولكنه ما يعوض تماما يعني عن الاكل، اي ما يعوض تماما عن النظام الغذائي وروتين الحياه بشكل عام. يعني نعم. ما في حبه او بودره معينه او نوع معين ممكن يعوضك تماما، لكن هذا يكمل الناقص عندك. يعني انت برضو في عندك واجب لازم تسويه تجاه نمطك الغذائي، اذا فيه نقص ممكن تعوضه عن طريق المكملات. طب هل المكملات الغذائية أنت مثل ما قلت مكمل، مو شيء أساسي في حياتك؟ صحيح. في ناس مثلا ما تأكل كثير بس تستخدم هذه المكملات بحكم أنها هي مثلا تتمرن، ما تبغى العضل عندها يخرب، في أشياء كثيرة لأسباب معينة. هل هذه المكملات ممكن تكون مع الشخص طول العمر أو لفترة معينة، بعدين الواحد يعمل رست بعدين يرجع مرة ثانية للمكملات وهكذا؟ تمام. يعني من كلامك لما تقولين إن الواحد يعمل رست وكذا، كأنه إحنا قاعدين نعامل المكملات معاملة الأدوية. الدواء شيء مختلف تماما، والمكملات ما تعتبر أدوية وما تصنف أدوية، ولكن بس المواد المستخدم فيها منصور يمكن تكون شوية قوية على الكبد على الكلى، ما أعرف، إحنا قاعدين نستفسر الآن. بالنسبة للأشخاص الأصحاء المكملات بشكل عام آمنة، يعني آمنة ويعني معتمدة من هيئة الغذاء والدواء. أي منتج قاعد يباع داخل السعودية فهو آمن، ويعتمد على اللي هو استخدام الشخص. ساعة الاستخدام أكيد إن راح يكون عليها لها مضاعفات، ولكن في إشكالية بسيطة، إنه مشكلة المكملات إنها لما يكون عليها الاعتمادية 100%. يعني مثلا أنا معتمد على احتياجي من البروتين بنسبة نقول 70% من المكمل، فأنا لو أنا عندي يوم أنا مسافر مثلا، هل لازم يكون البروتين معي طول الوقت؟ طيب أنا عارف إن البروتين هذا هو بديل عن الأكل، فلما أصير أعرف احتياجي فأقدر أعوضه لما أسافر مثلا. فلما تصير الاعتمادية بشكل كبير على المكمل، فيصير إني أنا مرتبط إني أخذ العلبة معي في كل مكان، أو إني أكون جالس في البيت طول الوقت، وهذا شيء ما هو عملي. فالأفضل إن الشخص يركز على النمط الغذائي بشكل عام، وإنه يقفل معظم احتياجه من الأكل، وإذا اضطر من ناحية الوقت أو من ناحية أنه مستعجل أو من ناحية أنه ما له شهية في أكل، ممكن يلجأ للمكمل، وهنا بيكون فعلا عامل مساعد أكثر ما أنه عامل أنا متعلق فيه أنه أنا ما أقدر أكمل حياتي إلا بوجود المكمل هذا. تمام. طيب في أيضا واحدة من الأفكار واللي منتشرة بكثرة، يقول لك أنه البروتين بالتحديد يعني ممكن أنه يطلع عضل للسيدات بشكل مبالغ فيه أو بشكل غير مرغوب فيه. صحيح. وأيضا من الأفكار المنتشرة منصور اللي هو البروتين يسمن برضو. طيب احنا لما نعرف وش الاساس، يعني بنقدر نرد على هذه المغالطه. يعني كانك تقولين ان اللي ياكل دجاج راح يصير معضل سواء انثى او ذكر، اللي ياكل بيض راح يصير معضل. طب كذا ما راح ناكل هذه الاشياء كلها، واحنا ناكلها بحياتنا اساسا. صح. فالبروتين اساسا هو عباره عن بديل، يعني ياخذونه مثلا من الحليب، ياخذونه من مثلا بعض اللي هو المصادر النباتيه. ف بالنهاية هو مستخلص، يعني بدل ما أنا أخذ حليب أخذ الحليب وأغليه لدرجة حرارة معينة وأستنتج منه البروتين الصافي وأحوله إلى باودر وأحط عليه نكهات بحيث أنه يكون يقدر يتقبله أي شخص. فالكلام هذا غير صحيح تماما، يعني علميا ومنطقيا وكل شيء يعني. طب إيش في الأشياء اللي ما يقولون لنا محلات كماليات الأغذية خاصة البروتين وهذه الأشياء؟ نبي أسرارهم تطلعها لنا كذا بالمختصر. صراحة ما في أسرار يعني كبيرة، ولكن لما نجي نتكلم بشكل كبير إنه أغلب محلات المكملات أو شركات المكملات يعرضون لك فوائد المادة المصنوعة أو المادة اللي داخل المكمل، بس ما يقولون لك إذا هي راح تكون مفيدة لك فعلا أو لا. أوكي، هي المادة مفيدة بس هل كميتها فعلا مفيدة؟ وصراحة عشان نكون واضحين أكثر، أغلب الناس يتمق
يتقلبون في نكهة البروتين، يعني يشتري بروتين ب 400 ريال 300 ريال صح، ويشوف النكهة انه فانيلا ستروبري وكذا، يتوقع انه كأنه ماخذ حاجة يعني كأنه ماخذ حليب من البقالة يعني، فلما يروح يجربه يتفاجأ انه الطعم ابدا مو فانيلا ومو ستروبري. طيب استاذ منصور، من قبل كان لما نروح محلات البروتين يعطونا يفتحون البوكس ويحطون شوي قبل كورونا، هذا الموضوع كان كانوا يعطونا نجرب بحيث ان اي تجربه بحيث احنا نجرب جاز لنا اوكي رجعنا اخذنا للكميه. صعب الان، ليش الان صاير صعب على المحلات انهم يرجعون للطريقه الاولى اللي في يعني تقدر الواحد يجرب واذا عجبه يرجع ياخذه؟ هل عليها خساره؟ والله صراحه المعلومه اللي انت قلتيها هذه انا اتمرن من 2013 تقريبا، ما عمر احد قال لي تفضل بروتين يعني بالطريقه هذه. لانك انت عارف ايش تبغى. انا ممكن عارف، انت عارف انت ايش تبغى، فانت إيه متوجه وخلاص. بس أنا إذا يسوونها بالطريقة هاي صراحة شيء ممتاز، بس الأغلب يروح على توصية يعني طبعا. فلان يقول له ترى هذا البروتين أحسن بروتين يبني عضل مثلا، مع أنه ما في أحسن بروتين، كلها زي بعض تقريبا. فالشخص يروح يشتري على توصية وعلى ذائقة معينة، هذا طعم صراحة ولا غلطة. طب إحنا ذائقتنا مختلفة، أنت تحبين الشاهي وأنا أحب القهوة، فمهما حاولتي تقنعيني ما راح أقتنع يعني. صح صح. فعشان كذا المشكلة في أنه الواحد يروح على توصية ويشتري. فأنا أفضل أن الشخص، ممكن الشخص اللي وصاك هذا امسك فيه مباشره وقول له عطني من اللي عندك شوي اجربه يومين ثلاثه، اذا عجبني رحت اشتريت. صح. فانا افضل الشخص يجرب دائما قبل ما ياخذ كميات كبيره، او ياخذ عينه، او ياخذ اصغر حجم ممكن ويحاول يجربه بكذا طريقه. يعني في ناس لما يشربوا حجم كله كبار ما يناسبه، لما نقول مثلا حجمه كبير بس لما تشربه احيانا ما يناسبك، بس ممكن لما تخلطه مع الشوفان يكون طعمه مقبول اكثر. ممكن لما تسويه سموذي مع حليب مع موز مع كذا ممكن يكون مقبول اكثر. فلازم الواحد دلوقتي يجرب اكثر من تجربه الى ما يوصل للشيء المناسب. يعني أنا جلست يمكن 4-5 سنوات إلى ما عرفت إنه والله هذه النكهة اللي فعلا أنا أتقبلها تماما يعني. لا، وغيرك تتقبلها أو ما تتقبلها، بعض البروتين يسبب حبوب في البشرة، فلازم الواحد يعرف هل المواد اللي موجودة هو يتحسس منها أو لا. صحيح، هو صعب إن إحنا إن الشخص يكون عالم في الموضوع هذا، ولكن دائما البروتين مصادره معروفة. في مصادر الحليب، او الناس اللي عندهم لاكتوز انتوليرانس او اللي هو عدم تحمل اللاكتوز، هم اللي ممكن يطلع لهم هذه الاشياء، او يمكن عندهم عسر هضم او شيء زي كذا. فلما تجرب صنف معين حاول تجرب بروتين من مصدر اخر، مثلا من البيض او مثلا من مصدر نباتي، فكلها بتكون بجوده عاليه. بس يعني حاول تتركز على الشغله هذه انه انت تجرب وتشوف اذا جسمك ما تقبل بطريقه او باخرى فتجرب الصنف الثاني. في النهايه انت اخذت انت بكميه البروتين اللي فيه، ما يهمك المصدر بقدر ما انك تاخذ الكميه الكافيه لك. صح. وبتكون جودتها عاليه. اهم شيء انه لما تحس انه عندك تحسس تجاه الحليب استثني هذا النوع وجرب الانواع الاخرى، مصادر الاخرى. طيب، مع اننا ما زلنا نتكلم عن البروتين، الاشخاص اللي يسوون كارديو، الاشخاص اللي فقط يمشون فقط يجرون، يعني ما يستخدم حديد، ما يسوي رياضه فيها مقاومه، صحيح، هل يعني عادي ياخذون بروتين او ان ما تنصحونهم بالعاده؟ هو يعني البروتين كمغذي يعتبر مغذي رئيسي للجسم، يعني نعم. اي شخص في الدنيا صغير كبير يحتاج بروتين، ولكن يختلف الاحتياج. كل ما كانت في رياضه تتطلب بروتين اعلى، وفي رياضه تتطلب بروتين اقل. بس لو نتكلم على التوصيات العامه، ان الشخص ياخذ مثلا جرام واحد لكل كيلو، يعني وزنك 70 اقل شيء تقريبا 70 جرام في اليوم الواحد. في اشخاص وزنه 100 ولا 90 ولا اكثر من كذا وما ياخذ نص الكميه حتى. صح. لانه مو متعود انه ياكل مصادر بروتين بشكل كافي في وجباته. فهذا الحد الادنى اتكلم. لما يكون الشخص يمارس رياضه معينه فهو غالبا يحتاج بروتين اكثر، لانه في استشفاء، في ايضا صحة عامة. البروتين من أكثر المغذيات الرئيسية فائدة، يعني أكثر يعني نقول فائدة أكثر حتى من الدهون والكربوهيدرات، لأنه يشتغل في أماكن كثير، وتنحف صحة البشرة، الشعر، العظام، العضلات. هذه آخر شيء يروح للبروتين على فكرة. آخر شيء يفكر فيه البروتين أو تفكر فيه العضلات هو البروتين. فلازم يغطي الأشياء الأساسية بعدين يروح للعضلات. عشان كذا نقول الأشخاص اللي يتمرنون يحتاجون يأخذون كمية نوعا ما اعلى، يتمرنون مقاومه اقصد، ياخذون كميه نوعا ما اعلى من الشخص اللي يتمرن تمارين يعني نقول هوائيه اكثر او كارديو اكثر. يعني ممكن البروتين يستخدم الشخص اللي يبغى عضل واللي ما يبغى عضل كمحافظه على صحه المسؤول. صحيح. واللي ينام ما يسوي ولا شيء برضه يستخدم بروتين، مو مشكله. طيب الكرياتين. الكرياتين هل هذا الباودر ذي لازم اللي يستخدمها شخص يبغى يبني عضل؟ الكرياتين زي ما قلنا مكمل من أكثر المكملات أمان وفعالية،
يعني صاير اكثر مكمل صار عليه دراسات في تاريخ المكملات كلها، امن وفعال. للاسف هو اكثر شيء يخافون منه الناس، يعني عشان تساقط الشعر وبعض الجانبيه، يعني ممكن تساقط الشعر. هذه دراسه واحده فقط من 5000 او اكثر من 5000 دراسه على الكرياتين، دراسه واحده فقط استنتجت هذا الشيء بدراسه ضعيفه ما يعتد فيها. يعني لما يجون 1000 شخص يقولون لك النور هذا لونه اصفر، ويجي واحد يقول لا النور هذا احمر، مين تصدقين؟ لا بس منصور، هم اكتشفوا في الابحاث انه الماده اللي تسبب التساقط الشعر الرئيسي الوراثي او الغير وراثي كانت موجوده، نفس الترسبات تسببها الكرياتين في فروه الراس. فعشان كذا قالوا انه ممكن تسبب. ممكن اختلف هذا الكلام شوي، لانه اغلب الدراسات قاست هذا الشيء، فالارتباط بينهم مو صحيح. يعني انت لو عندك استعداد وراثي انه يكون عندك تساقط شعر، فراح يصير لو تاخذ ايش، لو ما تاخذ ولا شيء، لو تعيش في اي مكان في الكوكب هذا راح يصير تساقط الشعر، لانه انت عندك الشيء هذا موجود وراثي. الكرياتين تاثيره او الدراسه هذه فعلا يعني طريقتها وطريقه عملها وعدد الاشخاص فيها لا يعتد بها تماما. انا اقدر اسوي دراسه على اي شيء واطلع انه شيء فاشل، ما عندي مشكله، بس العبره دائما بمجموع الدراسات اللي صارت على المنتج هذا او على الماده هذه واثبتت فعلا فعاليتها. فهو فعال جدا للاشخاص اللي يتمرنون تمارين مقاومه ويفكرون في بناء العضلات، يعتبر من افضل المكملات. يزود القوه بنسبه 10 الى 15% ممكن، يزود اللي هو التحمل كذلك، يعني ممتاز جدا لشتى الرياضات مش فقط اللي الناس تتمرن مقاومه. يعني الحين انا اعتقد كثير من البنات وحتى الشباب صاير عندنا يعني اشبه بالهوس في النحافه، ونبغى نكون رشيقين ونبغى نكون، فقاعدين نجرب اشياء كثير. من الاشياء اللي مرت علي الأمانة في الاونه الاخيره وطايحين فيها اللي هي الميل ريبليسمنت او البديل الوجبات، فهو عباره عن بودره يحطونه مع مويه مع حليب ويخضونه ويشربونه يشبعهم، ومثلا يستبدلون في وجبه العشاء دائما لانها يعني يمكن اخر وجبه قبل النوم فيبغون شيء خفيف. اول شيء ايش رايك فيها؟ وهل هي فعلا فعاله او لا؟ دائما نتكلم بشيء زي كذا زي الميل ريبليسمنت او البدائل هذه، هذه بتكون فعاله لفئه معينه. احنا في النهايه لازم نفكر فيها من ناحيه سعرات حراريه. لو اكلت انا مثلا صدر دجاج ورز فيها 300 سعره حراريه واخذت هذه الميل ريبليسمنت وكان فيها 300، فالجسم راح يستوعبها 300 كذا ولا كذا. نعم. انت لما تشعر انك تشرب هذا كان لانه سائل بتشعر بخفه اكثر، ترى هذا ما يعني انه الرز والدجاج راح تكون سيئه، لا، ممكن الرز والدجاج تحتاج وقت اطول على اساس الهضم. فالواحد ممكن يحس انه اثقل نوعا ما، بس هل بتفرق في موضوع النحافه او نزول الوزن او زياده الوزن؟ ما تفرق، لان الجسم يستوعب ان هذه 300 سعره سواء من دجاج ورز او سواء ميل ريبليسمنت او ايا كان. بس غالبا الميل ريبليسمنت هذه سعرها زي سعر الرز والدجاج 4 مرات، عشان كذا تتسوق بطريقه انه واو الميل ريبليسمنت كذا انه شيء فعال. اي شيء فعال، مو شيء فعال اذا كان هو خيار موجود. اذا انت مره الحياه مقفله فيك ما عندك اكل، ممكن هذه يفيدك. منصور، يمكن انا اكثر الناس اللي شفتهم يحكون عنها الناس اللي 24 ساعه مشغولين ولا 24 ساعه اون ذا جو، يعني من مكتب لاجتماع لاجتماع مكتب. فانا مثلا احتاج خلينا نقول 1000 كالوري في اليوم مثلا، فيقول لك انا راح اخذ حاجه في نفس الوقت تشبعني وسريعه معي في السياره. صحيح، فممكن تكون مغذيه برضه. صحيح. فاحنا لو نتكلم فيها، اللي قاعد يتسوق للموضوع هذا قاعد يتسوق للعموم انه الله هذا شيء خارق او بشكل مبالغ. اي بس انه ممكن اسوقه لشخص فعلا يحتاج للشيء هذا للميل ريبليسمنت. وغير كذا تجارب الناس دائما تكون خداعه، يعني يمكن يناسبك ما يناسب غيري، يمكن في مواد تحسسني يمكن ما تحسسك، خاصه لو نرجع لموضوع البروتين والكرياتين. كثير ناس يتكلمون والله هذا المنتج، يعني خاصه في السوشيال ميديا في بعض المسوقين للمكملات الغذائيه من المدربين من المدربات، انه هذا البروتين افضل بروتين مثل ما انت قلت قبل شوي. طب يمكن فاد معاكي وما فاد معي، كيف تشوف وعي الشباب الان لهذا الموضوع؟ شوف، بالنسبه للناحيه هذه، يعني نتكلم احنا على مشاهير السوشيال ميديا بشكل عام، الرياضيين يتكلمون في الموضوع هذا، يعني هو غالبا عنده ارتباط مع شركه معينه مثلا او محل معين، فيتكلم عن تجربته الشخصيه فيقول ان هذا جربته صراحه وكان جدا خارق و فاغلب الاشخاص يعني ما يشوف الا الجزئيه هذه، يشوف بس ان هذا الشخص جرب المنتج الفلاني وهو الان ما شاء الله عضلاته ولا احلى، ولا هذه جربت المنتج الفلاني وجسمها يعني ولا غلطه، بس لما نجي نشوف ترى هذا عنده 24 ساعه في يومه. الشيء اللي تكلم عنه ترى هذا ما يمثل ولا يمكن 10% من الاشياء اللي هو يسويها. تلقاه نايم في الجيم. اي، فدائما العبره دائما بال بال بال
مجمل حياه الشخص كامل، صح؟ بس اللي يشوفونه الناس دائما يعني مشاهير يورونك الشيء اللي هم يبونك تشوفه يعني. وغير كذا انه دائما تجربه شخص لا يعني بالضروره ان هذا هو العامل المؤثر بشكل مباشر على صحتك. خليني بسألك على شيء بعد من المكملات الغذائية واللي كثير يعني فيها لغط وفيها يعني أنا ما عرفت نستخدمها ولا ما نستخدمها، اللي هي البري وورك أوت أو اللي قبل التمرين، في بعض الباودر يكون فيها معدل كافيين مركز جدا جدا جدا. إيش رأيك فيها؟ إحنا قاعدين نسوي استشارات الآن على الهواء بحيث إن إحنا نستفيد فعلا والمشاهد يستفيد. منصور، إيش رأيك فيها؟ وهل هي لكل الناس؟ إيش مخاطرها؟ لأنه أنا قريت شخصيا عن مخاطرها فممكن أنها تكون جدا سيئة. طيب إحنا نتكلم عن البري وورك أوت كمكمل يعتمد بشكل أساسي على كمية الكافيين زي ما ذكرتي. نعم. إنه أنا ممكن سكوب واحد آخذه مثلا منه فيه 200 ملي جرام كافيين. أنا عشان أحصل الكمية هذه من القهوة أحتاج أشرب 4 أكواب. فتلاحظين أنت أنه لما أخذ سكوب واحد يجيني نشاط غير طبيعي لأنه دخلت كمية كافيين جدا عالية يعني جدا كبيرة فجأة في السيستم، ففعلا يكون في انتباه عالي جدا. تمام. المكملات هذه تكون فيها لها نكهات وفي لها مواد إضافية أيضا يقولون أنها تحسن الأداء الرياضي، بس صراحة أغلب المكملات الموجودة في السوق المواد المضافة هذه ما هي المواد الفعالة. يعني مثلا لو جينا نتكلمنا عن المادة الأساسية هي الكافيين، الكمية موجودة تمام، في مادة ثانية مثلا اسمها بيتا ألانين، المادة هذه نحتاج منها 3 جرام على أساس أنه تعطي فعاليتها. فنلاقي الكمية في المكمل نفسه في السكوب الواحد أقل من ربع الكمية. فعشان أخذ الكمية البيتا ألانين المطلوبة أحتاج أخذ 4 سكوبات. 4 سكوبات يعني 1000 ملغرام كافيين، يعني هارد طوارئ مباشرة، يعني سكتة قلبية من قبل ما يوصل لواحد بالضبط. فتلقين يحطون لك يسردون لك المواصفات للمكمل، ولكن يكون في مكمل واحد أساسي اللي هو عالي اللي هو الكافيين طبعا عشان تحس بالباور، عشان تحس إنه من جد منتج ممتاز. النكهة المضافة، النكهة اللي فيها حموضة، اللي لما تأخذين المكمل اللي يجيك شعور حموضة كده تقول الله اشتغل الباور اللي حرقان ما بعده. إيه، فالكافيين هو العامل المؤثر بس إحنا نجهل هذه التفاصيل. فالشخص يشتري العبوة هذه فيها مثلا نقول 200-300 ريال، تكفيك 15 يوم او 15 استخدام او 20 استخدام. لو جينا قررناها وشرينا قهوه بنحصل نفس الفائده تقريبا. طيب اقدر اشتري مكمل فقط كافيين يعني حبوب كافيين هذه واستخدم منها حبه واحده، الحبه الواحده 100 ملي جرام ب 10 ريال العلبه كامله او 15 ريال. فلما اجي اشتري شيء ب 250-300 ريال على ادعاءات كبيره عليه مو فعال، وغير كذا اغلب الناس يقول لك والله انا ما عاد صار يفيد معي سكوب واحد اخذ 2. طبعا فرحان هو انه خلاص الحين 2، يعني انت اصبحت مدمن رسميا على الكافيين. هذا الشيء ايضا راح ينشطك في التمرين بس ما راح يخليك تنام، راح يخلي نبضات القلب مرتفعه دائما. لو عندك مشاكل في القلب راح يضاعفها. يعني فعلا المساوئ اللي ممكن تحصل عليها لو كنت تجهل كيف تتعامل مع هذا المكمل اكبر بكثير واخطر بكثير. طب وش يصير لو ان الشخص اخذ السكوب هذا، اخذ البري وورك اوت او اللي هو البودر، طبعا البري وورك اوت اللي هو الباودر او المكمل ياخذونه قبل التمرين عاده، ايش يصير لو الشخص ما تمرن، ما لحق على النادي، صار لاي شيء وقف عن النادي؟ يتصرف. هذه ترى صارت لي عشان كذا نسالك. يتصرف يروح يشيل اي شيء، بس لا هو غالبا يعني لما اخذنا السكوب بيكون فيه كميه كافيين عاليه جدا، فبلقى نفسي هايبر اكتف يعني بحاول اني اسوي اي شيء. يعني لو انت ما رحتي تمرنتي افتحي اللابتوب وشوفي عندك ايميلات، عندك اشياء ردي عليها، شغل، تواصلي مع احد، بتلاقي نفسك ما انت يعني ما انت قادره انك يعني تسترخين رجفه. اي فسوي اي اكتيفيتي ممكن يعني يشيل الشعور هذا. التمرين حتى الناس اللي يتمرنون يعني بعضهم ياخذ البري وورك اوت قبل التمرين مباشره، هذا يعني ما يجي النشاط الا نهايه التمرين. يعني البري وورك اوت ما راح يشتغل معك الا بعد نص ساعه اكثر، 45 دقيقه تقريبا، ما راح يتفعل في جسمك ويمتص جسمك ويعطي الباور الصحيح الا بعد تقريبا 45 دقيقه. فما ينفع انك تاخذه وانت توك داخل النادي، لا خذه من البيت وعلى ما تطلع تروح النادي وتسوي وورم اب، بيكون خلاص انت الان جيت في وقت البيك في اعلى تحمل في جسمك للكافيين او للماده للمواد كامله، فتقدر تادي افضل اداء. فحرام ان الواحد يتمرن بعد التمرين يحس انه نشيط ويقدر يروح ويجي. طبعا طبعا. طب انت تشوف انه ممكن هذه الاشياء تسبب ادمان خاصه الكافيين؟ هو بصراحه يعني الكافيين يعتبر يعني مخدر يعني بهذا المسمى يعني، ولكن انه
إذا تعودت على الكمية هذه لو تحاولت تقطعها مباشرة راح تجيك الأعراض، نفس الأعراض اللي جينا في رمضان مثلا الصباح لما نكون متعودين نتقهوى، نصحى الصباح ما في قهوة، صداع والحالة النفسية تقلب وكذا. عشان كذا يقولون قبل رمضان الواحد يحاول إيش يقلل من كمية الكافيين أو حتى يأخر وقت القهوة على أساس إنه ما تجي الأعراض هذه. فدائما في الكافيين لازم يعني شخص يسوي له سايكل على قولهم، يكون له دورة إنه كل فترة لما تحس إن الكافيين أو القهوة ما عاد صارت تعطيك استجابة صحيحة وما عاد تحس بالنشاط معاها، حاول إنك تقلل الكمية بتدرج مثلا لمدة أسبوع، بعدين ترجع ترفع الكمية مثلا لمدة شهر وهكذا، فعشان تخلي يكون جسمك يتحسس تجاه المادة نفسها والكافيين نفسها. أيضا في حبوب أو مواد ومكملات تروج على أنها حارقة للدهون منصور، يعني كثير كثير يقول لك خذي حبتين وراح تخسرين 5 كيلو في الشهر. صحيح. وما له داعي تروحين النادي واجلسي في بيتكم واطلبي برجر وكلي بيتزا زي ما تبغين، بس خذي هذه الحبوب السحريه، ايش رايك فيها؟ طيب عشان ارجع بالموضوع من 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 اساسه، المكملات الصناعه، الصناعه هذه تقريبا اكثر يعني العام الماضي يعني اجمالي الصناعه هذه يوصل الى 350 بليون، يعني 350 مليار دولار. فصناعة جدا كبيرة، وأي صناعة في وراها ماركتينج غير طبيعي، فالتسويق، شكل العلبة، كل هذه الأشياء ترى مرسومة رسمة على أساس أن الشخص صورة النار هذه وصورة الأشياء اللي تطلع في العلبة وكذا، لازم تحسسك بأنه فعلا الموضوع فعال. بس للأسف أنه عدد المكملات الفعالة مقارنة بالمكملات اللي في السوق يمكن ما يتجاوز 5% اللي فعلا فعال. فأي معلومة تسمعينها عن أي مكمل ف 99.99% أنها معلومة غير دقيقة، خصوصا في موضوع حرق الدهون. حرق الدهون بشكل أساسي يعتمد على التغذية، نعتبر الجسم ميزان نشاط وأكل. صح. إذا الأكل زاد فبيزيد الوزن، إذا النشاط زاد عن الأكل بينقص الوزن. هذه المعادلة بكل بساطة. الناس قبل 100 سنة أيام ما في مكملات كانوا تصير معهم نفس الحركة هذه، فما إحنا محتاجين نأخذ يعني حبة معينة أو شيء معين أساس نسوي يعني نقص الوزن أو شيء زي كذا. مرة الموضوع هذا غير كيف معدل الحرق؟ طيب يقول لك يرفع معدل الحرق. يعني الإعلانات هذه كلها يلعبون علينا. والله شوفي يعني غير دقيقة تماما هذه الإعلانات، تصدقيني التسويق أكبر بكثير من 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 جودة المنتج فعلا. يعني لو قلت لك أنا إنه أنت لو أخذتي الحبة هذه أو المكمل هذا راح ترفعين معدل الحرق، تمام؟ أنا ممكن أكون صادق فعلا في المعلومة، بس يمكن معدل حرقك في اليوم 2000 هذا راح يخليه 2020 كالوري. إيش رأيك في الزيادة 20؟ روعة، ما تسوى يعني. كلامي صحيح، زاد ولا ما زاد؟ زاد، بس هل زاد بالشكل المتوقع بالنسبة لك أو المأمول؟ لا طبعاً. فعشان كذا دائماً نشوف إنه في ادعاءات مكتوبة صحيحة، بس المكونات غالباً ما تكون هي المكونات الفعالة إذا كانت المادة فعالة، أو إنه يكون ادعاء صحيح بس إنه الإضافة اللي بيسويها ما تسوي شيء، ما تصنع فرق أبداً يعني. حلو، طيب الشتات. على قول مها اليوم احنا كلها استشارات قاعدين عشان نستفيد ونفيد المشاهد. شتات البروتين بدل ما تاخذ انت سكوب باودر، لا في شت تشربه وخلاص ننتهي الموضوع، تاخذ احتياجك يعني. تشوفه افضل من الباودر ولا الباودر افضل؟ والله شوفي اكيد الشت هذا اغلى من كلامك كذا، واضح انه اسهل على طول برد وانتهى الموضوع وقد كذا يعني ويملي احتياجك. البروتين اتغصب عليه. لا مو بصحيح، ما حد يقدر يقول لك انه شيء صغير تشربينه فيه كميه كبيره. قد كذا اوكي، قد كذا كم في جرام بروتين؟ 20 جرام. طيب احتياجك اذا كان 100 جرام فانت باقي لك 80 جرام لازم تخلصينها من ليش 100 جرام وانت تقول على كل كيلو جرام؟ هذا للشخص، هذا الحد الادنى للشخص اللي ما يسوي ولا رياضه. اللي يسوي رياضه لا، في له توصيات اخرى يعني على الاقل 1.6 اذا تمرن مقاومه، 1.6 بيكون هو الرقم تقريبا لكل كيلو. البروتين عاده السكوب كم جرام؟ يكون رينج من 20 وانت طالب، من 20 الى مثلا 27 28 على حسب الشركه على حسب المنتج. فمهما حاولتي بعيده عن الرقم، لازم تعتمدين على الاكل اكثر يعني. استاذ منصور الغامدي مدرب رياضي يعطيك العافيه وشكرا لتواجدك معنا اليوم وتحملتني انا ومها واسئلتنا والاستشارات اللي اعطيناك سالتنا اياها اليوم. ان شاء الله قدمنا شيء مفيد لكم وللمشاهدين. يخليك ربي. الله يعطيكم العافيه. مشاهدينا اكيد احنا مكملين معاكم ولكن بعد الفاصل.